من جديد أهلا بكم. 50 حالة وفاة إحصائية أولية بمحافظة الحديدة الساحلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أسابيع. وحسب مصادر طبية بالحديدة فإن أكثر من 50 حالة وفاة بين المسنين والأطفال والمرضى حتى الآن بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء في ظل سلطة الميليشيات. يأتي هذا في الوقت الذي أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإعلان الحديدة واتهام عموما منطقة منكوبة بسبب الأزمة الإنسانية التي تمر بها مع اشتداد حرارة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق تهامة بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي والمخلوع ونهب مخصصات الديزل والمازوت حتى من الميناء الرئيسي. إلى ذلك نظم أبناء الحديدة مظاهرة احتجاجية هي الأولى كما يرى مراقبين للمطالبة بحل مشاكل الكهرباء، وطالب المشاركون أيضا بتوفير طاقة عادلة لتشغيل المستشفيات وملافات معاناة الناس لإنهاء المعاناة التي يعيشها السكان الذين يقتلهم الحر خصوصا المرضى والمسنين والأطفال. معي للتعليق على أوضاع الناس في الحديدة الصحفية سوزان أبو علي من الحديدة. سيدة سوزان أهلا بك. نعم سوزان، هل لديك آخر إحصائيات عن الحالات التي تحدث في الحديدة جراء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسابيع؟ الوضع لم يعد مقصور فقط على التيار الكهربائي، ثم ظلت كثافة البديلات، حرارة الطقس، الحبوب في الأجساد أيضا، ارتفاع الضغط لدى الكثير من النساء والأطفال وكبار السن. المستشفيات الحكومية مهددة بفصل الخط الساخن. نعم. مرضى الفشل الكلوي مهددين بالموت، فقد أصبح الموت هو المنفذ الوحيد في الوضع الراهن. تجار السوق السوداء يعملون بضمير ميت، لا يراعي أحد حرمة المواطن. هناك خلافات كبيرة في شركة النفط والتجار عن المازوت الذي يصل إلى الميناء ويغادر بكل بساطة. طيب إذا سوزان، لو سمحتي لأن أقاطعك هنا لأنه مهم نعرف هذا الموضوع، أنه هل تعرفين، هل نعرف، هل بإمكانك أن تطلعينا على الأسباب الرئيسية، يعني أسباب المعاناة في الحديدة ما هي بالضبط؟ وين المشكلة؟ الكهرباء هي أكبر العوامل الأساسية، هذا ما فيش مجال فيها إطلاقاً. تمام. حتى انقطاع الماء بات بالساعات، وهناك العديد من المنازل لا يصلها الماء إطلاقاً لأكثر من أسبوع أو إلى 10 أيام تقريباً. تمام. الكهرباء حالياً الناشطين والصحفيين وكل من له دور فاعل لإنشاء الحملة أو لتفعيل الحملة اللي هي قائمة في الوقت الراهن، إحنا مكملين سواء في تجاوب أو ما فيش تجاوب. نعم سوزان، ألو، يبدو أنه انقطع الخط مع الصحفية سوزان أبو علي التي كانت تحدثنا من الحديدة عن معاناة الناس هناك. تتحدث المصادر عن تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة معظمهم من المسنين والأطفال نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خاصة مع اشتداد حرارة الصيف في هذا الموسم. سوزان تسمعيني الآن؟ أيوة. نعم سوزان، عفوا انقطع الخط، لكن أكمل. تكلمت عن وجود حركة احتجاجية ومطالب، ما هي أبرز هذه المطالب وهذه الحركة ما هي بالضبط؟ مظاهرات، وسائل احتجاج، اشرحي لنا أكثر حولها. إذا خرجت المظاهرة الاحتجاجية لم تخرج إلا النساء والأطفال، بات الجميع يشعر بالقلق وبالخوف. لم تعد المظاهرات على يعني حسب ما يقال أنها لم تعد تجدي أي مفعول أو أي دور أساسي. ما فيش أقول أن الكل بدأ يخاف أو الكل بدأ يتحجج ولن يكون هناك تجاوب. كل الذي خرجوا قبل يومين كانوا نساء وأطفال مروا من طريق شارع صنعاء يطالبوا بعودة التيار الكهربائي، لأن الوفيات أصبحت تقارب 80 أو إلى 100 شخص. هناك لعب حقيقي ما بين شركة النفط وما بين تجار المازوت أو تجار المشتقات النفطية، وهذا لا يروي أي ضمير إنساني إطلاقا. طيب مع أنه شركة النفط قبل يومين أعلنت أن وصول سفينة وقود لمحطات الحديدة، هل لمستم شيء من هذا؟ أعلنت بالنهار ثم الاتفاق على خروج المازوت إلى الرصيف ويتم نقله عن طريق يعني يخرج إلى محطة رأس السفينة. لكن في الليل ما بعد تقريبا الساعة 1 أصدروا بيان أن هناك خلاف عاد. توفيق عبد الرحيم أعتقد هو هذا التاجر الأساسي اللي هو يستورد المازوت، هناك خلافات جديدة استجدت وهم يعتبروا أن الخلافات عادت من جديد، يعني كأن احنا رجعنا إلى منطقة الصفر وكأن شيء لم يكن. سوزان، ما هي طبيعة هذه الخلافات؟ يعني اختلافات، احنا سمعنا أنه اختلافات حتى من الميناء الواقع تحت سلطة بعض الشخصيات والأسر المعروفة، أنه خلافات حتى على المبالغ، على العمولات، على فارق سعر الصرف
هل لديك أي معلومات عن طبيعة هذه الخلافات؟ الخلافات هي خلافات مادية، هي خلافات إنسانية، لكن هذه كلها تندرج تحت خلاف واحد هو الضمير الميت، ما يوجد ضمير إنساني حي إطلاقا. الحديدة تعاني لأكثر من عام، خلي الأعوام الماضية الذي هي الخمس أو العشر الأعوام هذه الماضية كان الوضع كله متقبل، أكثر من عام ما في شيء جديد بالموضوع، الكهرباء مفصولة، يعني ما تريد، الوضع متأزم بمعنى الكلمة، يعني إذا استمرينا على هذه الحالة في خلال الشهر الكريم تصل عدد الوفيات إلى ربع المدينة مثلا، علما أن سكانها قد يزيد على 2 مليون في القرى والأرياف والمدينة. معناته نتوقع أن في الشهر الكريم الذي هو المفروض أنه يكون الكل ذو رحمة ذو خير، التجار كلهم نعم. هذول غافلين عما يحدث في الحديدة في الوقت الراهن. طيب سوزان، يعني أيضا سمعنا عن نتيجة انقطاع الكهرباء أيضا والحر الشديد، هو أيضا موسم للأمراض، هل لديك تفاصيل أكثر حول انتشار بعض الأوبئة؟ وباء حمى الضنك، الطفح الجلدي المنتشر بسبب الحرارة، تظهر الحبوب بيضاء أو حبوب حمراء في الجسم، هذه ما لهاش، يعني حتى لو رحت عند الدكتور يقول لك في الجو، طيب احنا علشان احنا نلطف الجو لازم نكون على استعداد، يعني لازم يكون معنا كهرباء، ما فيش كهرباء احنا نضطر ان احنا نشتري وقود او مشتقات نفطيه من السوق السوداء. حاليا قد اصبح السوق السوداء الدب البتري وصلت اليوم الى 10,000. طيب المواطن الذي كان يشتري امس قارورتين ب 500 او ب 700 ريال، اليوم لو اشتراها يشتريها بالضعف، فايت من كله. من فين عشان يقدر يقضي على الوضع هذا؟ طيب حمى الضنك لها اكثر من عامين مكتسح الحديده، وطرق التوعيه ما جابتش اي نتيجه، علاج ما لهاش اي علاج. الصفائح تهبط الى 20 او الى 40 ويدخلوا في حاله غيبوبه، اذا الجسم قاومها ممكن يصحى من الغيبوبه بعد 4-5 ايام، واذا الجسم ما قاومهاش معناته الله يرحمه على روح الفاتحه بكل بساطه. طيب سوزان، هل هناك اي جهود رسميه او غير رسميه لمحاوله اقصد تلافي بعض هذه الماساه او انقاذ ما يمكن انقاذه من ارواح الناس؟ هناك وقت شبابي مشكل حاليا بمحافظه الشهيد مجموعه من الناشطين، للامانه لا ننكر جهودهم، متواصلين مع المجلس المحلي لاعاده التيار الكهربائي، وهناك ضغوط لا ننكر في هذا النقطه، لكن الكابلات في الشوارع غير مؤهله، الرطوبه اجتاحت المولدات الكهربائيه، هناك سرقه، اعطال في الوايرات، مولدات قطفت ايام ما قبل سنه من الان، يعني إن عادت الكهرباء حتى في حال حتى إن عادت، إن كان المجهودات مكثفة لعودة التيار الكهربائي كما يدعي الكثير منها، أو كما يقال أن هناك أمل بعودة التيار الكهربائي، لن تولع كل الحارات، بمعنى أن هناك حارات أصلا كما هي غارقة في الظلام. طيب سوزان، هل حاولتم أيضا عبر منظمات أو شيء توجيه دعوات لمنظمة الأمم المتحدة، لمركز الملك سلمان، لأي منظمات إنسانية إقليمية تقوم بمساعدة الناس؟ المنظمات بعد ما سرهن ما نعرفش فين اختفوا، كانه في قمه الحباب ما نعرفش، يعني قلت لك هو تقريبا الحاجه الوحيده الوزير الشباب الوحيد الذي تابع المحافظه لتسكين الضغط، اما غير هذا حاليا هو الفيسبوك او شبكه التواصل الاجتماعي الوحيد الذي شغال بنسبه 80 الى 90%، لعل وعسى يكون هناك في تجاوب، لكن طالما هناك الشرعيه غافله عن ما هو حادث في الحديده فنحن لا نلوم اطلاقا اي منظمات عالميه او دوليه عما يحدث داخل اليمن بشكل عام. نعم، الصحفيه سوزان ابو علي كنت معنا عبر الهاتف من الحديده، شكرا جزيلا لك، ونسال الله السلامه والعافيه، وندعو الجميع الحكومه والجهات الرسميه والغير رسميه لتلافي الوضع الانساني الذي يعيشه ابناء الحديده والذين يموتون بصمت وبدون ضجيج. اعزائي المشاهدين، حديث المنتصف مستمر معكم، ولكن الى شبوه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.